نحيي اليوم الدورة السادسة لملتقى المديح والسماح، وهي مناسبة للاحتفاء بسلوك وثيق بشهر رمضان وبالمناسبات الدينية. شهر رمضان شهر الرحمة والغفران. السماح والمديح يشكل أحد مكونات التراث الموسيقي الغنائي الذي تميز المغاربة بالمحافظة عليه، ورافدا أساسيا من روافد الذاكرة والهوية المغربية المتوالدة عبر الأجيال منذ قرون خلت. هو ملتقى روحي ومحطة سنوية دأبت جمعية إبداع وفنون، التي أشكرهم من هذا المنبر فردا فردا، وخاصة الأستاذ شاكيب بوغان الذي كان في تواصل دائم مع المديرية، وكذلك أنوه بمجهودات الفنان والمبدع سي محمد العرج الذي توفق في هندسة هذا الفضاء بما يليق بالمناسبة. حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيت على القصر يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الشراكه الاعلاميه في هذا المهرجان في الدوره ديالو السادسه، واللي كنظموه كذلك بشراكه مع مديرية الاقليميه للثقافه اللي كنشكرها بزاف من هذا الموقع هذا. وكيف كتعرفوا الدوره الحمد لله كانت متميزه بواحد المجموعه ديال الامور، اللي اولها هو المهرجان او عفوا المعرض ديال الخط المغربي اللي كيشرف عليه الفنان المغربي الحاصل على جائزة التميز عبد الحكيم بوريضة، ثم كذلك عندنا معرض ديال الخزف اللي كتشرف عليه أستاذة سهام أوراوي اللي صنعوه مكفوفين، وهذا شيء جديد.
بالإضافة للفرق المشاركة المحلية واللي دائما كنعززوا الفرق المحلية واللي المشاركة ديال الحمد لله دائما طيبة وجيدة جدا، وراه الحمد لله شفتوا التفاعل ديال الجمهور مع هذه الفقرة هذه. أكيد كان اليوم تكريم كذلك القارئ المغربي مفخرة أسفي شعيب لبيهي، كذلك كان تكريم الخطاط أو شيخ الخطاطين المغاربة اللي هو السي عبد المولى نجمي رحمه الله، وإن شاء الله بحول الله كنوعدكم بالمزيد من المفاجآت. وأكيد اليوم الموالي غادي يكون يوم رائع جدا، خاصة وأن هناك فرق أو فرقة أساسية لأصوات شجية ورائعة جدا اللي غادي تشنف المسامع ديال الجمهور الكريم. فألف مرحبا وألف شكر وألف تقدير لكل من ساهم معنا في إنجاح هذه الدورة السادسة اللي كتجي في هاد بعد واحد الأزمة اللي عرفها العالم واللي ما كناش حنا استثناء منها من طبيعة الحال، فتوقفنا سنتين والحمد لله وفقنا الله باش نديروا النسخة السادسة. فالتوفيق من الله والحمد لله على التوفيق ديالو لنا، وإن شاء الله غادي يكون إلا الخير إن شاء الله. وشكرا جزيلا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إسماعيل قهقا رئيس جمعية أسف للتراث الموسيقي. حنا كنحضروا في هاد افتتاح ديال الدورة السادسة لليالي المديح اللي ما كتعرفوا أن كان توقف بسبب الجائحة، والحمد لله أن مرت بسلام، والحمد لله استأنفنا الأنشطة الثقافية والفنية، والحمد لله الافتتاح داز رائع، وكان الجمهور كان تجاوب مع الفرقة الموسيقية، وكنشكروا الجمعية على هذا التنظيم الجد جد جد رائع وهذا الفضاء الشيق، وخصوصا هذا الديكور اللي شفناه اليوم كانت فكرة رائعة. والحمد لله ان مر هذا الافتتاح بسلام ومر في جو رائع، وكنتمنى شهر رمضان كريم للجميع المسلمين، ونتمنى ان الانشطة الثقافية والفنية تستمر، ولان فعلا افتقدناها في الظروف ديال الجائحة ديال كورونا، والحمد لله ان استأنفناها، ونتمنوا للجميع التوفيق ان شاء الله. وشكرا. السلام عليكم، معكم فنانة رقية أحمد ابنة حاضرة المحيط، منشدة ومطربة في فن الملحون. وأنا جيت سعيدة بزاف بالمشاركة ديالي اليوم في مهرجان من بعد توقف ديال سنتين من كوفيد. أنا جيت سعيدة بزاف بالمشاركة ديالي في ليالي المديح اللي تقام اليوم بمدينة الثقافة والفنون بأسفي، وكنبغي نشكر المدير ديال المهرجان والناس الأعضاء ديال المهرجان على الدعوة ديالهم لينا كمجموعة، وشكرا لكم بزاف. وكنبغي نشكر حتى الجمهور على التفاعل ديالو الحار 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 اللي تفاعل معنا. كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف، والله يخليكم ديما 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 فرحانين. اكيد افتقدنا بحكم انا توقفنا عامين عن بحال هاد المهرجانات اللي كيكونوا فيهم الامداح، فيهم طقوس اللي كيكونوا خاصين بالطقوس ديال رمضان. واليوم انا جيت فرحانه بزاف بالتواجد ديالي في هذا المهرجان في النسخه ديالو السادسه، وكنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الدعوه، وشكرا مره اخرى للجمعيه ديال التراث الموسيقيين على هذا الحفل الرائع البهيج اللي قدموه اللي كنضم اليوم انا. وكنبغي نشكر حتى الجمهور مره اخرى على التفاعل ديالو. شكرا لكم بزاف، وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.